كابتن سارة، طبعا في البداية برحب بيكي على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا عايزة برجلك النهاردة على مباراتكم مع نادي هليوبلس. كلميني عن المباراة النهاردة، شايفة ازاي أداء لاعبات النادي الأهلي، خصوصا النهاردة شفنا ممكن معظم اللاعبات النهاردة شاركوا في المباراة بعد ما كابتن إبراهيم قرر ان هو يعمل روتيشن ما بين كل اللاعبات؟ طبعا احنا في الاول الماتش بالنسبه لنا كان الى حد ما سهل، ابتدينا ان احنا نلعب على الخصم كويس قوي، نفهمه كويس قوي، قدرنا ان احنا نكسب الماتش جيم الاول الثاني، وابتدى كابتن ابراهيم يغير اللعيبه في الجيم الثاني. عامه الماتشات كلها مش ماتش النهارده بس، كابتن ابراهيم بيحاول ان هو يشارك كل الناس، كل الناس لازم تبقى بتلعب في الماتشات الاولانيه دي. وبتبقى الماتشات دلوقتي مجموعة، الحمد لله عدينا الدور الأول كسبناه كله، لسه قدامنا الدور الثاني كمان، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونخش الفاينلز جاهزين إن شاء الله. دي ماتشات يعني تعتبر إن هي بتحضرنا كويس قوي للماتشات اللي جاية إن شاء الله. زي ما أنت قلتي يا سارة، يمكن دي مباريات زي تحضيرية للمباريات الأصعب طبعا اللي بتكون معظمها في الأدوار النهائية أو الأدوار السي بي فاينلز وكده، فكلميني عن إيه التعليمات اللي دايما بيديها لكم كابتن إبراهيم بالأخص في المباريات دي، دايما بيقول لكم ركزوا عليها وخدوا بالكم من إيه معظم التعليمات؟ بيقول لنا ازاي نلعب الارسال فين، في اماكن معينه الاستقبال عندهم بيبقى ضعيف، نضرب ازاي، نتمرن ازاي، يعني الحاجات اللي احنا بنتمرن عليها بنحاول ان احنا نطبقها في التمرين. بس الى حد ما برضو يعني احنا ماشيين على سيستم معين، وان شاء الله نقدر نمشي نفضل ماشيين عليه يعني كويس ان شاء الله. سارة، والتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه. ميرسي جدا، باي باي.